في خضم الجدل الدائر إثر تصريح منسوب للقنصل المغربي أحردان بوطهر في وهران بالجزائر وصف فيه الجزائر بالبلد العدو، قال الشيخ محمد الفيزاذي أن الجارة الشرقية عدو بمعنى الكلمة. وكتب الفيزاذي على فيسبوك يقول: عداوتها للمملكة يسير بها الركبان، عداوة معلنة في إعلامهم وفي المحافل الدولية بمناسبة وبغير مناسبة. الجزائر الرسمية تعادي بلادنا بالمال والدبلوماسية وحماية البوليساري وتسليحه وتدريبه، فأي عدوان أكبر من هذا لو لم يكن سوى إغلاق الحدود بين البلدين الجارين الشقيقين منذ صيف 1994 لكفى دليلا على العداء. أما في هذه الأيام فالرئيس الجزائري يرسخ هذه العداوة بكل صراحة ووقاحة دون أن يرف له جفنة. وأضاف: أنا كمغربي لا أرى أي مصلحة في التقارب مع عسكر الجزائر، ولا أقول الرئيس الذي هو مجرد ناطق رسمي باسم الجنرالات، نحن نتفهم عمق الوجع الذين يشعرون به. التنمية المغربية والتطور النوعي المغربية في الصناعة والزراعة والطاقة والصيد البحري والسياحة والمعادن واكتساح قارة إفريقيا ببرامج استثمارية رابح والتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي الند للند وتأييد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية للمقترح المغربي الحكم الذاتي وتراجع أزيد من 50 دولة عن اعترافها بالجمهورية الوهمية، بل منهم من افتتح قنصلية لبلاده بالعيون والداخلة. أجل نتفهم ذلك الوجع، ملايير الدولارات خسرها العسكر على البوليساريو من غير طائلة في الوقت الذي يعيش فيه غير قليل من أشقائنا الجزائريين تحت عتبة البؤس والفقر. والنتيجة نحن في صحرائنا وسكان الصحراء متشبثون بمغربيتهم وبيعتهم لملكهم، مهما كلفنا الدفاع عن وحدتنا كل شيء يهون في سبيل وطننا بالنسبة لنا، بخلاف الطرف الآخر الذي أرجو ألا يفقد صوابه ويغامر أي مغامرة غير محسوبة حتى لا تتكرر حرب الرمال ثانية. وكلنا نعلم ما الذي جرى في تلك الحرب، المغرب ما معهش اللعبة السيتبونه. هذا ويجدر التنبيه والتذكير إلى أن الشعب الجزائري شعب شقيق وحبيب وسيبقى كذلك إلى يوم الدين، ولو كره الجنرالات ورئيسهم الذي انتخب غصبا عن الشعب، يقول الشيخ الفيزاذي. الجزائر ضربني بكا وسبقني وشكا، أثارت تصريحات منسوبة للقنصل المغربي في وهران أحردان بوطهر تضمنها فيديو مسرب لم تثبت صحته ضجة إعلامية كبيرة في الجزائر، وصلت إلى مستوى توقع أزمة دبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية. وفي وقت اعتبرت فيه تصريحات الموظفة المغربية مسيئة للعلاقات بين الدولتين، خاصة حين سمع من خلال الفيديو لفظة تصنف الجزائر بالبلد العدو، اتجهت تحليلات أخرى إلى أن بوطهر كان واضحا في تصريحاته التي ظهر فيها أثناء لقائه ببعض المواطنين المغاربة الراغبين في العودة إلى وطنهم، حين طلب منهم الالتزام بالهدوء لأنهم في بلد آخر ويجب احترام إجراءات رئاسة الجمهورية التي تمنع التجمهر في الشارع العام. ومهما أثارت تصريحات الموظف المغربي من استياء لدى بعض الجهات الجزائرية، فإن الذاكرة الإعلامية والدبلوماسية لا يمكنها وضع هذه التصريحات في نفس الكفة مع ما قاله الجنرال سعيد شنقريحة قائد الناحية الثالثة قطاع تندوف أثناء المناورات العسكرية التي قامت بها وحدته في المنطقة سنة 2016، وهو اليوم رئيس أركان الجيش الجزائري، حين وصف المغرب بالدولة العدوة للشعب الجزائري والشعب الصحراوي. وبينما تقول بعض الجهات المسؤولة في الجزائر في تصريحات لبعض الصحف بأن كلام الموظف المغربي خطير وغير مسبوق، تتناسى أن درجة المسؤولية لموظف بسيط في الخارجية المغربية لا يمكن وزنها بنفس درجة مسؤولية رئيس الدولة أو الجنرالات الجزائريين الذين داسوا في على كل القيم والأخلاقيات، بل ويمكننا تصنيفها ضمن الممارسات الصبيانية التي تتلاعب بالقيم الدبلوماسية.
فكيف يمكن طي التصريحات العدوانية الشرسة التي تفوه بها الجنرال المذكورة في حدث عسكري ورسمي وعالي الموقع والمرتبة ضمن أنشطة الدولة؟ وكيف يمكننا أن نتسامح ونغض الطرف عن تطاوله الوقح على ثوابت الأمة المغربية ورموزها؟ ولا تصدر التصريحات المسيئة للمملكة المغربية من مسؤول أو جنرال واحد في الجزائر، بل سبق للجنرال المتقاعد عبد العزيز مجاهد أن اعتبر أن عدو الدولة الجزائرية في مرحلة ما بعد بوتفليقة هو المغرب لوحده، وقال في تصريحات فوضوية وضعيفة المحتوى والمستوى أدلى بها في برنامج إذاعي علنية أن الجزائر مطالبة بضرورة حسن اختيار الدول الحليفة والصديقة بل وأيضا الدول الشريكة للنظام. وأضاف في كلامه المعتوه أن المغرب يهدد استقرار المنطقة برمتها، وأنه يجب على الجيش الجزائري أن يكون في قمة يقظته، وهو ما يمكن تشبيهه بإعلان الحرب من طرف واحد، خاصة وأن قوة هذا الجنرال هي أن قبضته ظلت مستمرة مع الجيش والنظام حتى بعد تقاعده حينها. وفي كلام يؤكد التنسيق الموجود بين أقطاب وأذناب النظام العسكري الجزائرية، استرسل عبد العزيز مجاهد في توجيه اتهامات مسيئة ومتشابهة مع ما قاله الجنرال سعيد شنقريحة حين قال بوضوح إن أكثر ما يهدد الجزائر هو النظام المخزني المغربي وجعله وراء معاناة الجزائر الداخلية. ولم تنحصر الإساءة الجزائرية عند حدود الجنرالات العسكريين، بل تعدتها حيث بلغت وزارة الخارجية الجزائرية حين زعم رئيسها آنذاك عبد القادر مسهل أن شركة الخطوط الملكية المغربية تنقل المخدرات في رحلات عبر العالم. بعد ذلك تم اتهام المملكة المغربية ظلما وعدوانا بالتشويه على العلاقات الجزائرية الفرنسية دون تقديم أدنى حجة لذلك. وذهبت هذه الإساءة أبعد إذ وصلت قمة هرم السلطة عند الجارة الشرقية للمغرب، حيث تمادى رئيس الدولة الجديد عبد المجيد تبون في الكذب عن السلطات المغربية واتهمها بالإساءة لمواطنين جزائريين لولا أفراد من الشعب المغربي الذين ساعدوهم على اجتياز الحدود. إنها اتهامات تحمل الضغين والحقد والاستهتار لأنها خرافية ولا يمكن تصديقها من طرف الشعب الجزائري، خاصة أن إخواننا الجزائريين أثناء زيارتهم المتكررة للمملكة يتحركون شمالا وجنوبا بدون عدوانية ولا أي مضايقات. واسترسل رئيس الدولة الجزائرية في التحامل على المغرب حين طلب اعتذارا رسميا من المملكة بخصوص مسألة إقفال الحدود الذي قررته الجزائر، وهذا ما يتنافى قطعا مع حسن الإرادة ومع حسن التعامل بالمثل مع ما عبر عنه ملك المغرب محمد السادس الذي أكد في أكثر من خطاب على اليد الممدودة للجزائر من أجل العمل على طي صفحة الخلافة والمساهمة مع المغرب في بناء مغرب عربي قوي السواعد والموارد. واليوم وأمام هذا الوضع الذي لا يرقى إلى مستوى التاريخ والقيم المشتركة بين الدولتين الجارتين والشعبين الشقيقين، فإن أحسن وأرقى ما يمكن أن يقدمه النظام الجزائري لشعبه وللمنطقة المغاربية برمتها في هذه الظروف العصيبة والتي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم هو الجلوس حول طاولة المفاوضات مع المغرب لطي جميع الخلافات المصطنعة منها والباطنية والحد من التصريحات المتبادلة التي لا تخدم المستقبل وقطع الطريق الذين يصبون الزيت فوق النار من البلدان المشرقية قصد المصالحة وفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين مبنية على الثقة والصدق وفي علاقات فرنسا وألمانيا خير مثال، إذ أصبح البلدان أكبر وأقوى الحلفاء داخل الاتحاد الأوروبي بعد عدة حروب عبر التاريخ دامت عقودا طوالة. أفادت الوكالة الوطنية للموانئ أن حجم رواج الفوسفات ومشتقاته بلغ حوالي 11.4 مليون طن حتى ما تم شهر أبريل المنصرمة، أي بزيادة بنسبة 14.2% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت الوكالة في نشرتها الأخيرة حول أنشطة الموانئ أن هذه الزيادة ترجع بشكل أساسي إلى انتعاش قوي في صادرات الأسمدة بحوالي 63.3%
3%، والفوسفات بحوالي 6.8%، وواردات الأمونياك بحوالي 30.1%. ومن ناحية أخرى، سجل المصدر داتا أن الصادرات الحامضة الفسفورية سجلت انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 32.1%، وأشارت النشرة أيضا إلى انخفاض الرواج الإجمالي للمحروقات ب 5.3% لتصل إلى 3.3 مليون طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، وعزت ذلك إلى انخفاض هذا النشاط في موانئ المحمدية بناقص 6.4%، والجرف الأصفر بناقص 6.9%، والنادور بناقص 14.6%، والعيون بناقص 12.1%.